الفنان عموما ما تيكونش عنده ديك الثقه بزاف، لكن هذيك الثقه الخايبه كتكون تكبر وكتكون جنون عظمه. خاص الانسان الفنان خصوصا يكون دائما شاك باش يعطي افضل. انا وصفاء كنحاولوا نديروا عمل فيه معالم النجاح اللي كانت في اغنيه خوكم، ولكن واش متاكده من نجاحها؟ لا. انا اللي فاجئني اكثر انه سرعه نجاحها وسرعه انتشارها في المغرب وخارجه، والايجابيه اللي جاتني من الاغنيه، لان كاينين شي فيديوهات في اليوتيوب اصلا ملايين المشاهده، ولكن راه المعيار في لي كومونتير ما مفهومش. حنا الحمد لله كنقول صفاء دارت لي فيريفيكاسيون مع المغاربه، بادج بلو مع المغاربه الاغنيه. حنا اوريدي فيها على اغنيه خوكم ماشي تراثيه، دونك هي بادره منا، غادي ان شاء الله تعطيني هكا فكره انه ندير اغاني اخرين بحال هكا، لما لا؟ غادي نعطي فرصه لناس اخرين، تبارك الله عليها نجحت في يعني نجحت وتبارك الله كاع الناس عجبتهم الاطلاله ديالها، لكن انا وصفاء اللي ما كايناش شيخه الوزه اللي ما كاينه فاتحه الوزه، انا فاتحه الوزه على فكره شفت واحد الفيديو ديالها على لي ريزو سوسيو وبقات فيا، قالت كنتمنى ناس اخرين يشوفونا ويعطونا حتى حنا فرصه، فقلت لما لا؟ وتبارك الله بعزيه والفرقه ديالها راه كانت رائعه وخدمات الكليب كما يجب، نوبت ناس اخرين وغادي التجدد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.